مشاهدينا رجعنا لحضراتكم في برنامجنا برنامج السلام لك وفقره اكتر من رائعه الحقيقه. معانا ومنورنا في الاستوديو احمد كوبرا وهو مدرب زواحف، وكمان معانا المساعد الخاص بيه هو كريم. اهلا بيكم. اهلا بيكم. كل سنه وانتم طيبين. يعني استعراض الحقيقه كله سسبنس، في خطوره جامده جدا عليكم وعلى كل اللي موجودين اللي بيشوفوا الشو طبعا انتوا بتقدموه. يعني يمكن هو خطر شويه، وانا عايز اعرف ليه حضرتك تخصصت في المجال ده وهو مجال الزواحف، خصوصا التعبان اللي معانا كان تعبان كوبرا كبير جدا، وباش بس ده اللي معانا الحقيقه، معانا اكتر من تعبان تاني صغير. فانا عايز اعرف اشمعنى المجال ده اللي كله صعوبات وكله تحديات.